ليش؟ هذا ابي اثبت لك انا لو كنت اموت على كمال الاجسام بس كان تشوفني الحين جسمي معضل واتمشى في المجمعات شيء. لا انا كنت العب كمال الاجسام حق امثل المنتخب فقط لا غير. انا حاليا اتدرب عادي يعني كرياضه عاديه يعني احنا اللي تشوفني يقول هذا مو لاعب كمال الاجسام يعني يمكن كان اوكي بس يقول يعني وين جسمه اللي راح. لا انا اقدر بس لا انا الجسم اللي اتعب عليه مو على اساس اتمشى في المجمعات والف مني. لا انا وقت اللي بسوي الجسم وبرجع مثل الجسم الاولي الى البطولات فقط لا بس ابني كتله عضليه بس حق اتمشى لا ما صعبه لا 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 ما اسوي بس الى البطولات فقط اللي تمثل فيها البحرين بعد ايه مو تمثل فيها لا 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 اللي بس امثل البحرين لا اللي امثل كنفسي ما سويتها يعني ولا مره سافرت في بطوله مثلا بطوله مثلا خاصه او بطوله من فتوحه او اي شيء ان انا امثل كنفسي لا لا انا احب امثل البحرين فقط لا غير. واحين هالايام بعد نشوف دعم شو اسمه مو الشيخ ناصر إيه إيه الحمد لله أن في لأن سمو الشيخ ناصر هو يعني اللجنة الأولى إن نشوف يعني لعبة كمال الأجسام قاعدة ترجع فيها شوية الروح إيه الحمد لله والله توهم بعد أمس مخلصين بطولة جايبين إنجازات إيه جايبين إنجازات حقق عندنا اللاعب علي القصاب المركز الثاني ثاني والله كان أنا أشوفه الأول بس ما أدري شنو اللي صار هذا عادي يعني حفظناها عادي يعني تشوف واحد أول ساعة ثالث ساعة ثاني يعني الحمد لله كانت النتائج زينة الحين بعد عندنا البطولة اللي جاية في ديسمبر مالت الماسترز إيه مالت الماسترز بيكون محمد صباح إن شاء الله تحت إشرافك صح تحت إشراف محمد صباح يعني ذهب أكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله والله نتمنى يعني الحين اللي استنتجته من هاي الاخر خمس دقائق اللي قلناها ان مو المعلومات اللي كانت عن طارق هي اللي خلته نوعا ما تلتف على اللاعبين النفسيه طريقه التفكير شوف انا المعلومات اللي عندي مو معلومات ان هي ما حد يعرفها لا كل من يعرفها يعني حتى لاعب بس هو فن توصيل المعلومات انا عندي تمرين غير شوي عن الشباب الحالي بس تمرين يكون عنيف يعني انا ما اؤمن ان تقول لي ادخل الجيم 30 دقيقه واخلص تقول لي هذا التمرين وبعدين باجي الفرق 3 ثانيه 50 دقيقه او 20 دقيقه او شيء لا انا اقل شيء ساعة ونص إلى ساعة لازم يعني ما يعني في تمرين. تطلع من الجيم أنت منتهي ما في ولازم تاكل زين يعني أنا ما أؤمن بعد اللي يسوون زيرو كارب يتدربون لا أزيد الكارب وزيد التمرين زيد التمرين يعني كله فوق كله فوق يعني يعني ما عندي معلومات مثلا خاصه بيقول لك ما عندك اسرار ولا كتيب مثلا موتيفيشن بس حق الشباب تشجيع بس دافع حماس هو اللي يطلع ليش اللي يخلي الشخص يكون موتيفيشنال موتيفيشن لازم يكون عنده روح وطنيه قدوه شيء لازم يكون عنده يعني شيء معين يكون عنده قدوه لاعب بس دائما اللي يملك الروح الوطنيه يكون موتيفيشن ماله اكثر من واحد مثلا عنده لاعب او عنده مصلح مصالح شخصيه بس دائما اللي يكون عنده وطنيه يكون لاعب قتالي اكثر واهم شيء المدرب ماله الشجعه ودعمه حتى بالكلام المعنوي مثلا تشوفه تقول له انا ما شاء الله اشوفك اسد ابيك تاكل حبايب كذي هاي الكلمات دي اللي تعطي دافع يعني بالنسبه خلنا نتكلم بالواقع صراحه ما بالنسبه للستيرويد انا اشوف بعض الشباب ياخذون كميات عقدهم احجام صغيره يعني يجي لي واحد وزنه 65 كيلو مثل لك إننا ناخده وإحنا أوزاننا 90 كيلو لا أكثر بعد منك إن لكننا ناخده وإحنا كانت أوزاننا على 90 كيلو أو على 100 كيلو أنا أقول يعني ما لداعد الكميات من الشيطان يعني هو كمية خطر جدا خطر على جسم الإنسان
ما يتحمل حجم يعني واحد وزنه 65 كيلو كل ما تدخل فيها زيت ما يتحمل ولا دائم. كل اصلا يتحول الى اشياء وسموم يمكن في الجسم لا خطيره يعني ما راح تفيدك بشيء. انت اهم شيء تركيزك على الاكل تمرين بعدين تفكر في هاي الاشياء. لازم يكون شيء بسيط. انا ما اقول لك ان لاعبين طبيعيين 100% لا انا اقول لك ياخذون بس لو تشوف كورساتهم تقارنهم باللاعبين حاليا يعني تقول لا تقول ولا شيء. كورسات بسيطه اعتماد على التمرين عنيف اكل يعني ابسط شيء على مثل الموضوع الاستيرويدات والهرمونات. متى اخر مره احد جاء سالك عن تمرين او عن تغذيه والله مقابل اللي شنو الكورس وشنو اللي يدشون علي على الانستغرام في الخاص الكل يقول لي ابو كورس يعني صارت السالفه عاديه. لا هذا مو شيء عادي. انت تتكلم عن شيء قاتل يعني دائما الدليل اللي يدزون لي اساسا يقولون يسوي لي كورس يعني ما اسوي له شيء ولا اعطيه اي وجه. اقول له هذا شيء خطير انت شلون تسولف عنه عادي يعني في يعني دول ما حضور هالشلة. احنا صارتنا عادي يسولفون عنا يعني صارت عادي يسولف عنا صار هو اهم شيء يعني. صار اهم شيء معلم لو ناس جو سألوك عن التمارين او عن تقدم ممكن يستفيدوا منك طبعا انا دائما اقول للشباب ركزوا على التمرين غذاء بعدين تفكر في هاي الاشياء خاصة الأعمارهم تحت 21 سنة. أنا أشوف في لاعبين تحت 21 سنة يأخذون كورسات هاي خطيرة يعني لازم تعود جسمك على الأقل أول ما تبدي في الجيم 3 إلى 4 سنين بدون أي شيء بعدين تفكر تأخذ شيء بسيط بعد جدا بهالطريقة اللي يسوونها لا جدا خطير. يعني واحد توا داخل الجيم يبقى كل شيء بسرعة يعني صار الوقت هذا زمن السرعة في كل شيء. اي معنى كمال الأجسام يبقى لها وقت تشوف كمال الأجسام أكثر لاعب يعني أكثر رياضي يعمر يعني ما في لاعب قدم عمره 50 سنة 55 سنة ليه حين يدخل بطولة اي بس لاعب كمال الأجسام يعني يقدر يطلع جسمه حلو أصلا في السنين الأخيرة في الأربعين الخمسة يعني هو أفضل شيء يصير لاعب كمال أجسام يعني كالخامة الجاهزة يصير من 35 إلى 42 43 سنة يعني أفضل شيء. وهاي طبعا اللاعبين اللي يستعملون يعتمدون على التغذية والتمرين بعدين على المكملات المكملات والمنشطين والله هذا أنا ما أنصح فيها يعني بكل أمانة بس إنه حاليا صارت البطولات الدولية يعني اللي حاب يشارك بطولة العالم بطولة آسيا يعني واضح يعني حتى على أيامنا كانت فحوصات لازم يعني يفحصون 5 الأوائل بس حاليا نشوف ما في يعني فحص أحيانا يقولون فحص أحيانا كان فحص على الأموال الماي صح؟ لا 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 فحص كامل كلنا شيء. فحص كامل كل الأنواع لازم ناخذ كمان ده نوقف تنتظر نوقف يعني شهرين ما ناخذ شيء ننزل بطولة يعني كيف تنزلون بطولة يعني هذه الصور اللي كنت تشوفها احنا على الستيج دلين مفحوصين شهرين ولا شيء يعني مو نفس حاليا يعني لو كنا ننزل نفس اقول والله لا عن جد والله عن جد شهرين قبل البطولة شهر ونص لا خلاص توقف كل شيء على أساس إنه عندك فحوصات. أحيانا بعد البطولات الأولمبية فحص قبل يعني فحص في البحر حزة التحضير أيوة وفحص هناك يعني ما تشارك البطولة إلا عندك ورقة الفحص على أساس